نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، ألقى سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب بيان رئيس مجلس الوزراء عن برنامج عمل الحكومة 2019-2022 للفصل التشريعي الخامس، والذي قدمه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لمجلس النواب تحت مسمى أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار توازن مالي. وكان سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء قد وصل إلى مجلس النواب صباح اليوم، حيث كان في استقبال سموه معالي رئيس مجلس النواب السيدة فوزية بنت عبد الله زينل، وسعادة النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد عبد النبي سلمان، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي الزايد، وأعضاء هيئة المكتب وأصحاب السعادة النواب. بسم الله الرحمن الرحيم. سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، إخواني وأخواتي أعضاء مجلس النواب، سيداتي والسادة،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أرحب بكم باسمي وبالنيابة عن أعضاء مجلس النواب بيت الشعب والمعبر عن إرادته، والذي جاء عبر تجربة انتخابية مميزة شهدت أكبر نسبة مشاركة في تاريخ الانتخابات بمملكة البحرين. لقد كانت الانتخابات لحظة وطنية متميزة، أكد فيها شعب البحرين الوفي حرصه على دعم المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية وتعزيز الشراكة في صنع القرار الوطني من أجل مستقبل مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، إننا اليوم وفي هذه الجلسة التاريخية، وإذ نؤكد ثبات المسيرة الإصلاحية ورسوخها، فإننا نعلن للعالم أجمع تعزيز دور الإرادة الشعبية في عرض ومناقشة برنامج عمل الحكومة الموقرة في ممارسة حضارية رائدة التزمت بمبادئ الديمقراطية العريقة وحافظت على الخصوصية البحرينية لتشكل نموذجا رائدا في التعاون بين مجلس النواب والحكومة الموقرة. وإننا نقف اليوم وأمامنا مرحلة وطنية مهمة تستوجب منا العمل الجاد والمشترك والتكاتف والتعاون من أجل تجاوز كافة التحديات لتحقيق مزيد من المكتسبات والإنجازات وتعزيز الفرص في مختلف المجالات لصالح الوطن والمواطنين والأجيال القادمة. وتنفيذاً للمادة 46 من دستور مملكة البحرين والمادة 165 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنني أدعو سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر لإلقاء خطاب سموه وتقديم برنامج عمل الحكومة أمام مجلسكم الموقر. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينن رئيس مجلس النواب، أصحاب السعادة أعضاء المجلس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشرفت اليوم بتكليف من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله بإلقاء خطاب سموه حول برنامج عمل الحكومة للسنوات 2019-2022. يسعدني اليوم ونحن نلتقي مع بدء فصل جديد من المسيرة الديمقراطية أن أهنئكم على الثقة التي أولاكم إياها شعب البحرين العزيز، كما نهنئ زملائكم أعضاء مجلس الشورى على الثقة الملكية الغالية، متطلعين جميعا إلى المضي قدما في مسيرة البناء وتعزيز النهج الديمقراطي. وتشرفت وزملائي الوزراء بتكليف جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بهذه المهمة الوطنية في هذه الفترة من تاريخ وطننا الغالي، منتهزا هذه المناسبة لأجدد التأكيد على أننا سنعمل بكل عزم من أجل ترجمة رؤى جلالة الملك والتي جاءت في كتاب التكليف السامي وفي خطاب جلالته عند أداء الحكومة لليمين الدستوري، وبصفة خاصة ما تضمنه خطاب جلالته في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، والذي جاء شاملاً ومحدداً لمعالم طريق عمل الحكومة ويغني عن أي تفصيل. الأخوة والأخوات، اليوم وفي ظل ما نحن مقبلين عليه من تحديات مالية واقتصادية تتطلب منا تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبدعم من شعب البحرين، الأمر الذي لم يعد مطلباً ديمقراطيا فقط ولكنه أصبح واجبا وطنيا
وضرورة حتمية تمكننا من ترتيب أولوياتنا الوطنية وتحقيق ما نصب إليه في برامج عمل الحكومة للسنوات الأربع القادمة المعروض أمامكم الآن، بما يضمن الحفاظ على المكتسبات التي تحققت والوصول إلى توازن مالي واستقرار اقتصادي واستدامة في مختلف مجالات التنمية والخدمات وتلبية احتياجات المختلفة للمواطنين وتطلعاتهم. ومن هذا المنطلق فإن عمل الحكومة سيركز على تحقيق هذه الأهداف وتوفير البنية التحتية الداعمة لها، وبالتعاون مع القطاع الخاص، مع الاستمرار في تقديم وتحسين الخدمات الحكومية وتعزيز الأمن والاستقرار اللذان يمثلان الأساس لمنظومة التنمية، ودعم النظام الديمقراطي وتعزيز علاقاتنا الخارجية، ومواصلة العمل لتمكين البحرينيين ورفع مساهمتهم في عملية التنمية وتطوير وتحسين الأداء الحكومي بما يواكب متطلبات وبرامج التنمية. ونحن على ثقة بأن تعاوننا المشترك سيكون عاملاً أساسياً لنجاح ما نطمح إليه، وأهم المقومات لتجاوز التحديات وبدء مرحلة جديدة من البناء والتنمية وتحقيق المزيد من المنجزات. سائلين المولى العلي القدير أن يعيننا وإياكم لتحقيق رؤى جلالة الملك حفظه الله ورعاه وآمال وتطلعات شعب البحرين العزيز. وفقكم الله، وفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر، نشكر لسموكم خطابكم الكريم حول برنامج عمل الحكومة، ونؤكد لسموكم أن مجلس النواب يفتح كل أبواب وآفاق التعاون الرحبة مع الحكومة الموقرة من أجل خير وصالح الوطن والمواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الدستورية في التعامل مع برنامج عمل الحكومة، ووفقاً للمواد القانونية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس، سوف يناقش المجلس برنامج عمل الحكومة، ونجدد التأكيد على حرص المجلس على التعاون مع الحكومة الموقرة لنمضي قدماً في دعم وتعزيز المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية عبر الممارسات الدستورية الراسخة في ظل دولة القانون والمؤسسات بقيادة جلالة الملك حفظه الله ورعاه. وفق الله الجميع وجعل عملنا خالصاً وموفقاً لمملكة البحرين وشعبها الوفي.